سنتعرف على ابرز الابتكارات التي تنفذها هذه الشركه وكذلك خططها التوسعيه مع السيد خالد. دايما برحب بك معانا سيد خالد. مرحبا، شرف لنا. الله يسلمك. خلينا نبدا مع حضرتك بالمستجدات، وهو برنامج المعيار الكربوني. ما تفاصيل هذا البرنامج وكيف سيدعم الشركه في اصدار شهادات الكربون وزياده ايراداتها مستقبليا؟ البرنامج هذا استغرق منه تقريبا حول فوق السنة. صعوبة البرنامج هذا لأن معيار الكربوني العادة تكون الشركات الجنريشن أو شركات التوليد الكهرباء هي اللي تحصل على هذا المعيار، لكن نجحنا بإقناعهم بأن كون تبريد المناطق كفاءته أعلى بهذه الدرجة الكبيرة لين توصل 50% مقارنة بالتبريد المعتاد، وكون أن دخول أو نسبة تبريد المناطق لا تتجاوز 20-25% من السوق التبريد في الدولة، أعطانا هذا الدافع لحصول على الموافقة منهم بحيث أن نحصل على الحياد الكربوني أو الكربون كريدت لصناعتنا. وطبعا هذا يعتبر عامل محفز جدا لأي مستثمر إذا حاب أنه يتبنى موضوع تبريد المناطق لأي مناطق الاستثمارية معه له، فآليا يحصل على الكربون كريدت اللي تأتي مع أو تأتي مع تبني تبريد المناطق. بعد هذه الخطوة ما هو المنتظر؟ المنتظر طبعا ان بيع هذا او الاستفاده منه بشكل او ما، الدعايه له طبعا عسى لكي تزيد رقعه تبني تبريد المناطق في الدوله. فهذا كان يعني في بداياته يعتبر وليد، حاليا نتوقع ان نزيد الكريدتس الموجوده عندنا، المحطات اللي قابله انها تحصل على الكريدت نزيد من عددها اكثر، وطبعا هذا لمصلحه المستهلكين او زبائن المباشرين عقودهم مباشره مع شركه تبريد. كم محطه لدى تبريد حاليا جاهزه للتحول؟ حاليا هي محطة واحدة، هي لآخر محطة هي محطة سي وورلد، وعندنا تقريبا 3 أو 4 محطات جديدة راح تتحول قريبا إن شاء الله. فهي طبعا كانت البايلوت فالبداية فيها، بما أن عرفنا المتطلبات والمطلوب منا للتحول فصار راح يكون التحول للمحطات الثانية جدا سهل إن شاء الله. الإيرادات المتوقعة من الشهادات أو ما إلى ذلك ممكن توصل لقد إيه تقريبا، أو كنسبة من إجمالي إيرادات الشركة؟ هي ليست بالإيرادات، لا، لكن هي نعتبرها الإيرادات تقريبا لا ما هي بالأرقام الفلكية الكبيرة، لكن هي تخدم أجندة الاستدامة للشركات أو بالنسبة لنا اللي هم زبائن شركة تبريد اللي متعاقدة معهم. فنحن ننظر لها من ناحية الاستدامة ومقياس ESG للشركات، هذه تخدم بشكل كبير جدا. طبعا هل يسار حركة على الحصة السوقية في الإمارات كم بلغت حتى الآن؟ حصص تبريد؟ مظبوط، تبريد. تبريد نحن تقريبا 25% حصة تبريد المناطق، حصتنا في إمارة أبو ظبي حول 12%، وإمارة دبي ظنتي قريب من هذا، طبعا في زملائنا الشركات الثانية، لكن ككل هي 25% بين الثلاثة وأربعة الشركات الكبيرة الشغالة تعمل في تبريد المناطق. خطط التوسع خارج الإمارات، كنت ذكرت لينا في لقاء سابق طبعا مجموعة من الدول اللي بنستهدفها 2024، هل سنتواجد في دولة جديدة أو سوق جديد؟ نتوقع إن شاء الله مثل ما قلت نحن خططنا، طبعا تواجدنا في مصر، متواجدين في الهند، وصار في توسع ولو انه بسيط في الهند. نتوقع يا احد الدول الثلاثة تكون فيتنام او تايلاند او اندونيسيا ان شاء الله. هذه الدول تحت رادار تبريد وشغالين على قدم وساق على اساس ان نعلن ان شاء الله قريب في اي فرص اذا تكون متوفرة في الدول. حضرتك أشرت إلى مصر، بعد طبعا حل مشكلة العملة بشكل ما أو بنسبة ما، كيف تمضي أعمالكم وما هو المخطط خلال الفترة المقبلة؟ بحماس كبير، أنت اختصارا الموضوع ظنتي السوق الحين صار هو كان واعد، لكن مشكلة العملة هي كانت دوم العائق في الموضوع هذا. تواجدنا الحالي في توسع وفي فرص قريبة جدا إن شاء الله الظاهر راح تثمر، تأتي بثمارها قريبا إن شاء الله مع موضوع اللي هو تحسن العملة أو أنك ربطها بالدولار أو أي عملة خارجية. أخيرا، السعودية طبعا سوق كبير بالنسبة أيضا لتبريد، وإن كان التخرج من تبريد كان أثر على أرباح الشركة في النصف الأول، أولا توقعاتنا أو أهدافنا في السوق السعودي خلال الفترة الحالية، وكذلك الأرباح والإيرادات بنهاية العام الحالي، هل ستعود مرة أخرى للمربع الأخضر أم لا؟
نتوقع ارباح تكون مجزيه ان شاء الله. ظنيت الافصاح المالي السابق اللي قام فيه المدير المالي للتبريد اوضح توقعاتنا. السوق السعودي سوق ما زال واعد، ولو انه يمر فتره هدوء وفتره حركه، لكن لا يمنع انه ما زال هو من اكبر الاسواق ونحن متواجدين هناك. مثل ما ذكرتي الشريك، دخول شريك استراتيجي وهو صندوق الاستثمار السعودي كان شريك، كان يعني زواج لا بد منه، لأننا نعرف أنه راح يفتح أسواق كثيرة، ونحن متحمسين جدا مع العمل معهم، ونتوقع إن شاء الله كل خير في السوق السعودي. شكرا جزيلا لحضرتك سيد خالد. الله يسلم، شكرا، حياك الله.